السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اسمعوني كويس قوي. والله يا جماعه الكلام ده مهم جدا، حاجه بتحصل قدام عينينا وبمزاجنا وهي مش في صالحنا خالص. دلوقتي احنا بنروح للفرارجي، بنوزن فرخه فرختين، خازين الشهر بندفع ثمن الفرخه. طبعا كيلو الفراخ بالشيء الفلاني دلوقتي حضرتك تروح البيت تلاقي الفراخ ايه يعني، خالصه مخلصه. بيقول لك اصل انا بنضفها لك بس تنضيفها بزياده شويه. ايه انا مثلا جايبه الفراخ عامله حسابي مثلا ان انا في مثلا رجول للقطط مثلا، انا يا سيدي بحب الرجول وهاكلها، بحب الرقبه، بحب الراس، بحب اي فرختي انا دافعه ثمنها وهي موزونه بكل اللي فيها. حضرتك لو تاخد بالك من التقسيمه اللي قدامنا دلوقتي ان الفرجيه مفيش حاجه في الفرخه بتترمي، كل اللي بيقطعوا من الفرخه بتاعتك دلوقتي بيتباع بالكيلو فعلا. يعني المشهد بتاع سمير غانم كان سابق عصره، مفيش حاجه بتترمي، كل حاجه بياخدها منك. بروح الاقي ولا راس ولا رقبه ولا رجل ولا قلب، واحيانا ولا ايش الكبده والقنصه كمان. كل حاجه قدامنا هنا بالكيلو، حتى القلب اللي بقالي كتير قوي ما شفتوش وانا بحبه جدا اهو قدامنا الكيلو بكام؟ ب115 جنيه. وحتى الزلموكة اللي بتترمي بتتباع، اللي انتوا كمان يعني في ناس كتير ما تعرفوش حتى الريش والسوري المصارين اللي جوه بتتباع لمزارع السمك، وساعات بتتباع كأكل القطط والكلاب. طيب انا خد مني كل حاجة، خد مني حتة من الجناح، خد مني الرقبة، خد مني وخد كل ده باعه بالكيلو. وبعدين انا بقى دلوقتي مربيه قطط، مربيه كلاب. اي يا سيدي انا بحب الموضه اللي طالعه جديد بتاعت الممثلين، يقول لك الرجول بتاعت الفراخ فيها كولاجين. كولاجين طيب ماشي اوكي، يعني اروح بقى اقول له انا عايز ايه؟ زي زمان لما كانت والدتي تروح للراجل بتاع الفراخ تقول له اديني ب2 جنيه رجول للقطط، كان يملى لها شنطه تاكل الشارع كله. تعالى انت بقى ارجع قول له بقى انا عايز الرجول بتاعتي، او عايز رجول للكلاب بتاعي، عايز القطط. هيقول لك الكيلو بالشيء الفلاني، كيلو الرجول مش عارفه بكذا، وكيلو مش عارفه اكل القطط والكلاب بكذا. طب ما هي دي حاجتي اصلا، دي موزونه والله معايا انا وزناها والله. طب انت ليه بقى بتعمل لي فرختي تجاره اعضاء بقى وترجع تقول لي انا بنضفها لك بزياده؟ لا لو سمحت، في موجه الغلا اللي احنا فيها ديت والله، يعني احنا في المناطق الشعبية بتوصل الدرجة ان في ناس بياخدوا الرجول والحاجات دي يطبخوا عليها. ما لو سمحت من فضلك، من فضلك يا عم الفرارجي لما جيلك توزن لي فرختي، ما تعمليش معها، ما تشلفطهاش كده وتقولي تجارة اعضاء والكلام دوت، وتقولي ده انا بنطفالك بزيادة. انا عايزة حاجة الفرخة بتاعتي كلها لو سمحت، هأكلها للقطط، هأكلها للكلاب، هاكلها انا، ما يخصكش. لكن ما تعمل ليش كيلو الفراخ بالشيء الفلاني وبعدين ترجع تاخد منها كل حاجة وتباعها انت بالكيلو، ارجع اخدها منك انا لا عشان اقضي اي مصلحة تبيعها لي تاني. يبقى كده لازم نصحصح ونفتح، وقبل ما نمشي من عند الفرارجي نفتح شنطتنا ونأكد على حاجتنا وان مفيش حاجة ناقصة، عشان في ناس كتير قوي بتشتكي، بتروح تلاقي ورك ناقص، زلمكة ناقصة، دبوس ناقص، جناح ناقص. فوالله هي مش ناقصة يا جماعة بالله عليكم. اروح الاقي فرختي سليمة زي ما هي من غير ايه؟ من غير تجارة اعضاء. بالله عليكم بقى ما تنسونيش في لايك واشتراك بالقناة، وتحياتي اذاعة امل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.